نلزم هذه المبادرة لأنه هو من الدول المغاربية تعتبر من المناطق الأكثر أقل اندماج في العالم، واعتبار أن حجم المبادلات أقل من 3%، وهذه المبادرة هي طيبة جدا لأنه باش تدفع العمل المغاربي وباش تدفع التقارب، خاصة الشعوب متقاربة. هناك رغبة حقيقية في دفع هذا التعاون، وتونس تدعم كل خطوة إيجابية لأن تحيا هذا الكيان المغرب العربي اللي مازال ما هوش قايم دوره كما هو، معناه نأبه كل الشعوب. شكرا.